صباح الخير والعافية على كل مشاهدي الرشيد والناس بحلقة مباشرة بالتحديد من ساحة العروبة مدينة الكاظمية لنقل صوت المواطنين إلى الجهات المعنية. والله العظيم المرور بحاجة إلى قوة أمنية تحميهم بالشارع، لأن ما يطبق القانون على الكل صعبة. مو عملوني غلطان؟ ما ترهم على الكل، ما ترهم على الكل. خلي نسمع مناشدات العالم ومشاكلهم. أبو النظافة من رخصتك، صباح الخير، شونك؟ شون صحتك؟ الله يسلمك. شو أخبارك؟ إن شاء الله بخير الحمد لله. نعم نعم. شون وضعكم؟ الحمد لله بخير. مناجوتكم مبذولة ما شاء الله عليكم. الله يسلمك حبيبي. مش قد يوميات تنحسب لكم لو شهريات انتوكم؟ لا شهرية. مش قد؟ على الخدمة صارت، مش نجور حولون عقود. اي الحمد لله، هاي نعمه. اي بلكي الله عاد تصير تعين تثبتون. بلكي الله. اكو هيك كلام؟ والله اكو هيك كلام، يعني يمكن يندرج موضوعكم ضمن الموازنه او ضمن قانون الامن الغذائي. بلكي الله ان شاء الله. ايش قد هسه تستلمون بالشهر؟ مو شرط، كل من خدمته اكو 400 اكو 350 اكو 300، ايش كل من الخدمه لازم يعني من 400 وجوا. من 400 من 400 تنقطع من عندك شو اسمه تقاعد وش اسمه خطوره، هاي يعني تصفون 375 هيجي العمو 400 صافي. يلا الحمد لله كمل وخدمته. الحمد لله الحمد لله الحمد لله والشكر. الحمد لله والشكر. بس شغله عمود الدراجات. اي الدراجات مشكله. ايه هسه احنا بالنسبه لنا البلديه دوامنا بالخمسة الصبح وينتهي ب 12، يبدا الشفت الثاني من 12 للخمسة العصر. أيه؟ يبدا الشفت الثالث من 5 العصر ل 12 بالليل. يبدا الشفت الرابع من 12 بالليل للخمسة الصبح. خوش حشي. أيه؟ اربع شفتات خاصه بالكاظمية. أيه؟ زين احنا عندنا دراجات. أيه؟ زين قرار ممنوع من 6 المغرب. ما تروحون تجون كراوي، انتوا اصلا اجوركم قليله. مو قصه شاي، مو هاي واحد، هاي مشكله. زين واحد زين. بس مشكلتنا يقول لك اثنين على دراجه ماكو، هاي وحده ما متوا بليها. بس احنا معرفين عندنا باجات عندنا امر زين، بس المشكله يا تكم شيء امره واحد يا جايك امره يختلف. يعني مو انت سيب امره واحد ضابط امره واحد. لا انتم المفروض تدري شنو، خلي اخابر لك على البلديه وقف على الامانه على امانه على امانه بغداد. بالنسبه لنا انتو... انا ما لنا شغل. لا انت سمعت المفروض شو يصير؟ المفروض يصير تعاون بين امانه بغداد وقياده عمليات بغداد قيادة الشرطة الاتحادية. هنا هنا المعضلة، هنا المعضلة، هنا المعضلة. مع النظافة يسهلوا لكم امر. زين هاي وحدة واثنين عندنا شو اسمه؟ قلت لك هاي من 12 بالليل وورا. احنا هاي خاصة قبل ما دوم 12 بالليل، بس جماعتي يعني حيل يعانون من هالمسألة. زين حيل يعانون من هالمسألة. شغلة الدراجات. المفروض يصير اكو تعاون. زين واحنا بالذات عندنا بعد باجات تعريفيه. سلام عليك الباج استاذ محمد، صباح الخير، شلون صحتك؟ انت وياي على الهواء مباشر حبيبي. السيد محمد الربيعي مدير اعلام وعلاقات امانه بغداد. استاذ محمد اكو فد فكره من الممكن بانه تطرحها الى السيد عمار موسى امين بغداد وبتعاون مع قائد عمليات بغداد وقياده الشرطه الاتحاديه، واحنا ايضا من الممكن بانه نساعدكم بالموضوع بانه تسهلون امر العمال البلديه اللي انت تدري ذولي اجورهم قليله، فيعني على باجاتهم على باجاتهم يمشون بالدراجات، بانه هذا اذا عامل بلديه وعنده باج مال البلديه يسهلوا له امر بالدراج، لان تدري اغلبيتهم اقصى راتب 400,000، فهذا اذا يذبها تاكسي ويرجع تاكسي او كراوي ما تكفي، الدراجه اصرف له. يعني شلون نسوي جرد بعمالنا اللي شقد عندهم دراجات؟ نعم من عمال البلد عندهم دراجات وناخذ موافقه دراجاتهم، وكل من بقاطعه كل من بقاطعه عنده مكان باركينج يسوي للدراجات ويكمل شغله ويرجع بالدراجه لاهله. يعني هاي راح تخدموهم، راح تخدموهم. فكره حلوه من قناتكم، مبادره انا راح انقلها بدوره الى معالي امين بغداد، وان شاء الله استحصل موافقتها من عمليات بغداد، واذا تمت نعممها. واحنا احنا احنا من الممكن بانه ايضا نساعدكم بالموضوع، من الممكن بانه نساعدكم بالموضوع، ونتواصل ايضا راح اتواصل انا ويا السيد قائد عمليات بغداد اطرح عليه الفكره، وانتم ايضا ترفعوها بكتاب رسمي حتى نسهل امر العمال النظافه اللي عندهم دراجات. اي حاضر اخ ياسر، هو افكار حلوه واحنا نتعاون وياكم، وهذا الشيء جيد
أن يكون التنظيم في هذا العمل، لأن اليوم الازدحامات المرورية صعبة والعامل البلدية صعبة عليه أن يتنقل، وممكن توفر له أيضا أجرة نقل. يعني إحنا ليش لا ندعم هكذا فكرة؟ أنا ممتن. أنا كلها شكرا. أنا أشكرك اللي. أشكرك سيد محمد الربيع، مدير إعلام وعلاقات أمانة بغداد. هسه هاي الفكرة ضرورية صحيح، وهاي لازم نسعى لكم بيها. هسه شو اسوي اني راح اتصل لك على امين بغداد، هاي لازم تطبق، هاي تخدمكم لكم، انتم رواتبكم قليله وانتم تقدمون مجهود كل الشبيه، مو لنا مشكله. يعني تجيني مره توجيهات خرج كاظمي اعطي فيها طوبشي هاي نطلع بدراجات، يعني مثل شلون شغله ضروريه يجي وفيد ما وفيد، فنطلع شنو نقول شغلات ضروريه مفروض نبي كمات امي وعندنا بي كمات، بس انا نطلع بدراجاتنا الشخصيه زين إن أحسن لنا وراحتنا وجيتنا إن أحسن لنا زين. نعم والله، خليه بس أرسل رسالة أنا على الهواء مباشر. لا أكو مناشدات لعينك من عمال النظافة، إذا تقدر جنابك زيادة رسالة للأمين من راح يتواصل وياي، الله شاهد. أنا راح أدز هذا الموضوع إلي، نكون ممنونين بيكم خير وتدللون تستحقون الأكثر، تكون ممنونين تستحقون الأكثر. شونك أستاذ ياسر؟ يلا من وصلتك؟ هلا يا حبيبي، الله يسلمك، الله يحفظك، الله يسلمك، الله يسلمك أستاذ. عدنا نتحدث وياك على جهودكم. أي تمام، ورا المواطن تفضل. والله أستاذ أنا شغل هاي مجاري ماكو. انت شنو تشتغل؟ اشتغل مجاري عامل، هاي مال مجاري الشاش عندي مال مجاري النازول لو اي اي نازولته هو اشتغل بالشاش بالمجاري. يعني تفتحين اي يعني مو اهلي هيك، يعني مو اشتغل مثلا موظف او شيء هيك، اهلي عامل اهلي. اي لا عندي مال رعايه، قدمت ايش قد على مال رعايه ماكو الا عرف ولا بالاحزاب زين. جهاز صار 3 سنوات مطلق، 3 سنوات ما عنده ودي لهم نفقه، ما شايفهم والله العظيم 3 سنوات. كم طفل عندك؟ عندي ولد وبنيه زين، وحق هذا باب الحوالي 3 سنوات صار لي ما شايف جهاله، ما عندي نفقه اودي لهم زين. وقدمت معامله 1000 معامله قدمت، ما عاطيني يعني عمل ماكو ماكو الا عندي عرف لو بالاحزاب، وانا ما عندي لا حول ولا قوه زين. وهاي مال رعايه والله العظيم زين، والله بيدي الاحزاب اقدم هاي شلون بلوى مال رعايه زين، والجهاله صار لي 3 سنوات ما شايفه. يعني ما ادري هاي مال رعايه هاي، استغفر الله يا رب. شو تدفض اشو ما عمي اكو واحد فيكم مستلم رعايه؟ ماكو زين. هسه هاي هي هي الرعايه، هي الرعايه المن اسالك ليه الفقره هي المن هسه عمي مستلم؟ لا والله يعني لا ما مستلم، ما طلع اسمه رعايه لجل اقي لها ماكو الفقره كلها ما مستلم 2012 عمي مستلم رعايه؟ لا الله هاي واحد من ال 101 نعمه نعمه. هلا عمي عندي معامله بالتقاعد العامه. اي ابشر. انا نائب ضابط. ابشر خدمه عندي 22 سنه. العسكري اللي بزيونه، العسكري اللي بزيونه. اي الاوراق عندي ابن خالي، وابن خالي فقد الاوراق وتوفى وراحت الاوراق كلها، اسمي بالحاسوب وخدمه عندي 22 سنه عرفي، وعندي كتاب استشهاد مال بيت مشتري بالثوره وماخذ عليه عقاري. لحد الان المعامله مالتي جامده، ياهو اتوجه عليه يطلب من عندي 5 ملايين و6 ملايين، ارد اشوف هنا وزاره الدفاع اذا ابيها مجال اتواجه وياهم عرفي. المهم صح. انه اوصل الى نقطه معينه. استاذ نجم صباح الخير، شو صحتك؟ صباح الخير، الله يسلمك. استاذ نجم انا على الهواء مباشر. اهلا وسهلا استاذ ياسر. يمي والله يعني يمكن احسب لك اياهم، خل احسبهم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اللي بينفد بال 30 40 واحد كلهم عمال ووضعهم صعب، دي يسالون على الرعايه، يردون يفتهمون شنو موضوع الرعايه، ايش وقت يقدرون يقدمون؟ استاذ ياسر هي مشكله حقيقه، يعني هي هاي بلوى والله استاذ نجم. يعني انت مليت من الموضوع هالقد ما اسالك، والعالم ملت هالقد ما تطلب. لا بالعكس احنا ما ملي والله، شهد الله ما نمل ابد، بس الوزاره لا توجد فيها تخصيصات ماليه. احنا هسه همنا وهم الوزاره والساد السيد الوزير والساد المسؤولين اتصالات مباشره
ومخاطبه رسميه مع الجهات وهي مجلس النواب من اجل تضمين مبالغ كافيه في قانون الامن الغذائي الطارئ. احنا الحقيقه هسه في الوقت الحالي اكثر من 60,000 اسره هي داخل نظام الحمايه الاجتماعي المسجل. بس خلينا نسمع الله يخليك. لحظه كلهم راتب عايشين. قبل ذلك احنا الوزاره طلبت اضافه مبالغ كافيه من اجل شمول فئات اخرى. يعني هسه انتم طالبتوا مجلس النواب استاذ نجم طالبتوا مجلس النواب اللجنه الماليه قعدتوا وياها حكيتوا وياها هذا مواطن يحكي وياك استاذ نجم تسمعني استاذ نجم تسمعني شو تريد عمو قل لي بدي احكي على مود انقطع بال 2011 لحد الان انا اشتغل عمو على ما خلص باب ما دقيته على مود الرعايه هي قطعوا يعني. عليك من 2011 اي والله تحول السبب من عمانيه للكويتيه يا سبب هسه انت ما تقول لي شو جاك وحوليت هسه هي بالقوه تطلع قاعد اجار هناك تحول زراعي ايش هو يعني ما عندي مكان يعني عندي 10 جهات قاعد بيت اي والله زراعي بيت ملكك لا زراعي اي ادري اشتريتها انت البيت قطعه زراعيه بنيت بيها هاي انت اشتريتها لا والله اجار عم قاعد بيها القطعه اللي بنيت بيها اي انت اشتريتها زراعي زراعي يا عمي ادري القطعه الله يخليك رحمه ابو شيبتك هاي القطعه الزراعي انت اشتريتها هاي عمي خلاص قاعد يقطعوا عليك هاي ينقطع عليك صحيح هذا ينقطع عليك ايه انا نائب ضابط عندي خدمه 22 سنه ايه؟ وعندي كتاب استشهاد من مديريه الطابو ايه؟ عرفت ايه؟ انا طالع لابس بال 71 وطالع بال 93 خدمه 22 سنه زين اردفتهم يعني الاوراق مالتي وشغلاتي المهم ضاعن بس موجود بالحاسوب مكتب توفى ابن خالي هو كان يمشي بالمعامله موجود على اساس وجبه 20 احنا ها قبل ايش قد هاي قبل فتره معينه طويله صار لها يعني ايش قد تقريبا من 93 طالع قبل ايش قد انت معاملتك ضاعت قبل ايش قد معاملتي ضاع انا وجبه 20 قبل سنتين قبل سنتين عرفت والله ما ادري خلي اتاكد لك خلي اشوف لك هذا المشكله بس خابرنا سنتين هنا لا وزاره الدفاع موجوده باولياتي كلها كامله بس يطلبون فلوس خالي يطلبون مبالغ احكي للصدق اي يطلبون مبالغ سولف للصدق اقول له يطلبون من مبالغ من يطلب منك شنو من يطلب من عندي من اللي يسالك من اللي يطلب منك يطلبون من عندي اي جهه اراجعها يطلبون من عندي مبلغ معين عرفت شلون شي يطلبون منك 3 ملايين وطلبوا 5 ملايين زين احنا عمال ما عندنا يعني الاوليات موجوده الاوليات وكامله واسمي الكامل بس مضمومه وموجوده وبالحاسوب حتى ياخذون منك فلوس المكتب بغداد اذا تدق اسمي حسين عباس راهي عبيد الربعي شو مكتب بغداد ها مكتب بغداد مكتب بغداد دائره شؤون المحاربين مكتب بغداد غرفه خاصه مكتب شؤون المحاربين كل اولياتي موجوده زين نائب ضابط درجه رابعه نجمتين وخط زين تقاعد العسكري نعم عندي بالتقاعد العسكري عمو خلي اتاكد لك من هذا الموضوع خابر على العلاقات خلي يدز لك رقم احد بالتقاعد العسكري او شؤون المحاربين لو هي نفسها لا شؤون المحاربين مكتب بغداد احد يا اما رقم لشؤون المحاربين يا اما رقم للتقاعد العسكري اللي بزيونه هسه خلي دزولك يا هسه عمو ابقى يمي ابقى يمي هو استاذ انا هذا موضوعي قلت لك يا هو مال عاطني عن العمل والله ما اعرف هسه حالي منو المعارف شلون انا شلون يعني شلون تعال عمي تعال نزل يمي تعال تعال نزلوا خلي اشياء شلون يعني لا حول ولا قوه انا والله جهالي ما شايفهم حق هذا الكاظم بعد اذا انت مسلم صدق جهالي ما شايفهم صدقك مصدقك انا ايش بيدي زين 100 مره واقول لك روح اخذ التقاعد زين وخذ رعايه 100 مره قدمت والله 100 مره قدمت وماكو يضحكوا علي جيب الاوراق جيب مسمسكات وماكو كله كذب بكذب
زين والله يا عمي ما رايدين شيء استاذ، ما رايدين شيء، حتى راتب من الدوله ما اريد. الريستر حركه بالشارع، واحد من يجي من بيته يلاقي شغل. هسه حتى الفرص العمل مال المواطن العادي ماكو، ما له يعني. هاي الناس كلها قاعده ماكو. هذا استاذ ياسر حركه قضوا عليها، يعني قضوا على قوت المواطن، دمروا الشعب العراقي دمروه. يعني شاب ايش قد ايش كبره يجي من الصبح الليل ما يحصل له 25,000 يروح لهله؟ هاي مو وضعي. هاي فرص عمل من الصبح الليل. اي والله من الصبح الليل واقفين هنا. من ما بيوقف هنا من الصبح الليل؟ من ما اسالهم كلهم هذول. كلهم هذول انتم هنا مصدر مال عمان. مصدر مال عمان هي فقره سادي العزيز. ماكو عمل، ماكو كلها فقره. نتمنى انه الشعب العراقي يقضي على الناس العملاء والخونه والجواسيس حتى البلد يصبح في راحه وفي امان. بعض القاده المرتشين الاغلبيه عملاء، الاغلبيه عملاء، ناس ماجورين. انا اقول لك ماجورين، ماجورين زين. شنو معاملنا ما صار لها بال 20 سنه يا قراجات؟ هاي قراجات استاذ ياسر، هاي قبل السيطره. هذا قراج بالشوصه بزمن علامه عن بعض يندعون بها شيوخ وجهه كاظميه، البعض من الشيوخ والجهه يندعون بها اتقوا بعلامة عن. اخذوا هذا القراج، شوف هذا قدامك، اخذوه اجروه بالشهر ب7 ملايين. زين انطياهم علامة عن الفاسد. زين قول قول الامانه ما ابوه الورث مال خلفه قاعد يوزع بها محاصصات. هذا القراج هذا هي اجروه بالشهر 7 ملايين يندعون بها شيوخ وجهه كاظميه وما يمثلون الكاظميه. زين واحدهم من غير منطقه والله خاف من عندهم، خاف يطلعون عليه فد مظاهره، انطاهم هذا القراج، انطاهم به موافقه اجروه بالشهر 7 ملايين. هذا ذاك هو هسه اطلع صوره وتقام مفتوح القراج. هو هذا الشان قبل الشان؟ الشان قاع تاب على امانه بغداد، قاع فارغه يعني قبل قبل شنو الشان؟ قبل قاع فارغه صار لها سنين قاع فارغه. ادري تشجير زراعه لا 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 هيش قاع فارغه، بدل ما يخلوا لها نافوره، بدل ما يخلوها فد منظر منطقه الكاظميه المقدسه، يروحون ينطوها لبعض الشيوخ والوجهاء كلك ينطوها والله شنو علامه عن منسق اموره وياهم حتى ما يطلعون يحشون عليها بالاعلام وما يطلعون عليها مظاهره. هاي وحده. منطقه الطي شاط التاجي، المواطن اذا طبب كاشي طبب عنده ترميم بالبيت يعتقلوه. نائب 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 والله عنده حصانه ما عنده اجازه بناء، منسق اموره وياهم اللواء ويا القوه الماسكه وياهم اللواء ثامن عميل عدنان، وانا اتحمل كافه المسؤوليه وياهم اللواء، يدخل مواد ويدخل شيش ويدخل طابوق ويبني. المواطن يطلع يرمم، يشرع عماله يطلع يرمم كهربايات صبغ لبغ تطلع عليه قوه اعتقله. يا بس شنو؟ مو منطقه زراعيه ممنوع، مخالفه للقانون. انت ايش ما تحاسب هاي بيها بيها كم بيت صار هاي المنطقه بي هاي ما يقارب بيها 7000 بيت. منطقه وقحات اي بعد خلص صارت منطقه، منطقه وقحات يشتغل فيها يحتقلون ما يخلون يحتقلون ما يخلون يحتقلوهم. النائب النائب يندع بها، نائب عنده حصانه منسق اموره وياهم اللواء، يدخل طابوق شيش رمر جوص والعالم المواطنين قاعدين يتفرجون عليه، والله هذا النائب دخل خطيه قاعد يبني ماخذ قاع استثمار. زين هي ارض زراعيه شلون انطيتوها استثمار؟ ايش معنى على النائب تعطوها استثمار وايش معنى على المواطن؟ هذا غير عنده حصانه استاذ ياسر، ما غير عنده حصانه، عنده حصانه يا اخوان. ترى مو هيك الحال ولا هيك الوضع ولا هيك مجتمعنا ولا هيك سياسينا، يعني كم هلا هلا بالفقير. لا فوق يا بعد، اذا تسمح لي، اذا تسمح لي يا بعد، هاي صارت منطقه، هاي بعد صارت منطقه، حكيتوا ما حكيتوا سويتوا منعتوا، بعد هاي صارت منطقه سكنيه قاعدين بيها، اذا بيها اكثر من 1000 بيت مو عمي؟ مدينه شنو؟ 7000 بيت. ايش قد بيها؟ مدينه كامله. انتوا هناك تطبون تشوفوها. نشتغل احنا هسه كل شوي اطلع بالطي، مدينه كامله يعني العامل اللي يزمونه يحتقلونه. هذا لازم ماخذينه، هاي ثلاث ارباع كنا عايشين عليه. يعني هسه بيها هي يعني خلاص. 7000 بيت منطقه يعني بعد. وين استاذ ياسر؟ بعد هاي مدينه. استاذ ياسر وين؟ لا تعطيني دقيقه، يطلعون اهالي المنطقه مظاهرات، يسمحون لهم بدخول المواد، يطلع عامل اللواء الثامن يقول والله انا اشكر الله شاهد، اشكر النائب حسن الخفاجي شفت الموافقه بعينه هو فتح المنطقه. هو لا فاتح المنطقه ولا فاتح المنطقه، هو عنده قاع استثمار بالمنطقه ويدخل مواد لنفسه. وهذا هم اللي هم تعاطوا وياه، والمواطنين هسه خيطة واحد من دول عنده مجاري هسه يعتقلوه. ما يخلونه. كيش اسمه ما خلونا عبد. هسه فلوس تشتغل.
تعطي فلوس تشتغل. هو التمين لك فلوس. هو بعدين ياخذون لك تعقلونه. هو التمين. اي تعطي فلوس تشتغل. والبيت يدفع عليهم الى 5 ملايين ولا 3 ملايين. 4 ملايين ويطببونه. واحد يكرم بالعباس واحد صار عنده 3 طابوقات. قال له مو تقول له فلان فلان خذ من عندي. لا تقول له باسمي. القوال ماسك. هذا من عنده 800,000 صعد له طابوقات فوق. هنا بطي. بطه زراعه هاي. انت شنو حالك؟ شنو وضعك عامل؟ انا رجال عام صار تقريبا ثلاث اشهر شهرين ونص هنا. اي مطوع زي ما صدق شفت مطوع على القوات الخاصه. انا ضابط مستمسكات ما عندي بس دفتر خدمه عندي موجود عندي قاعد بالبيت. وين مستمسكاتك؟ بس دفتر خدمه موجود عندي. مستمسكاتك ما عندي مستمسك دفتر خدمه بس دفتر خدمه ضامه بالبيت عند اهلي. ولبسنا مال الحشد هم قشمروا علينا ولبسنا نداوم 21 اسمه 7 ايام ونزل 21 يوم وكل شيء ماكو. مال عاطلين طلع للباحث كل شيء ماكو. مال عاطلين طلع لنا حتى الباحث طلع لنا. واسمه 2016 لحد الان ماكو. يا هل نروح له؟ ماكو ماكو. واسمه موجود الحزين ماكو. فلشوا شنو هاي؟ فلشوا فيتي يعني صار لك ايش قد صار لك؟ من 2016 طالع لك والله طالع لباحث ولحد الان زين. بس خلنا نعطينا مجال. ها يعني فلشوا بيتي. أنا رجال قاعد بتجاوز فلشوا بيتك ومدرسة جت على بيتي وين هيج هدموا على بيتي زين. بس أنا مجال أستاذنا العزيز تسمعني أخويا. من فلشوا بيتي كل شيء ما عوض لا تعويض وكل شيء ما عطونه. رحت قعدت وين سابتي بالناصرية. أنا رجال أسكن بواسط. رحت قعدت ما عدي لا أقدر أجر ولا رجال عامل أجي هنا صار له 14 يوم قاعد زين. زين هاي اكلكم شربكم كله على حساب يوم 10,000 بالف بالفندق الليله ب 3,000 زين 3,000 دينار ريوق وغداي وعشاء يومي هاي 10,000 زين. انا قاعد منين اجيب زين؟ هو 10 ما يطلع هذا العالم متبهذلين. استاذ ياسر شغله تعبانه الى درجه. بس قصدك هسه احنا هناك كم واحد من اهل بغداد بيوتنا هنا قريبه وما بدبريها جاي نجيبها وعندنا عرف وهاي وبالكون جاي ندبرها. بينما هذا المحافظات اللي جاي من هناك هذا هسه مثلا نقول من الناصريه يعني يوم اذا ما اشتغل ياكل الضيم. هنا اول تبارح واحد ياكل خبز يابس ما عنده لفه 500 دينار شنو قيمتها؟ وين السياسي العراق؟ وينه؟ وينه؟ يعني بس ابدا اشوفه وينه هو؟ وين ضام راسه؟ اكيد لنا على الرقم رحمه الله. وين صاير؟ هاي الفقره حالها حال الضيم. تعال عمي تعال تعال الله يسعدك. استاذ ياسر تعال شلونك؟ اسمي موجود اسامي ياسر المحاربي. شنو اخبارك؟ بخير الله يسلمك. وضعك شلونك؟ تعبان اكيد. متزوج؟ اكيد نزول. شلون عايش؟ هالعماله ايش قد هاي تطلع باليوم؟ اليوم ما طلع باليوم يجوز ثلاثة اطلع اليوم يعني ماكو شغل يعني حال بقية. استاذ ياسر سيادة النائب حبيبي استاذ حسن شلون صحتك؟ انا على الهواء مباشر. خلي شوفنا خلي باع عن نفسه. الله يسلمك الله يسلمك يمي الله ينتقم منك يمي. اي والله الله ينتقم. انا بالكاظمية ويعني اتصالك هذا بوقته للامانه. يسقفون لا تقابون الله يطهو الله ياخذه. الدل. هسه هاي مناشدتكم للامانه راح يسعى بيها الموضوع ما طي. هسه تواصل وياي النائب حسن راح يسعى بهذا الموضوع. اريد احكي على الخدمات. شو يسعى بالموضوع؟ لا لا دقيقه يا موضوع يسعى بيه استاذ ياسر. بس خلي يجون ابو الخدمات تفضل يمي. لا لا يا موضوع يسعبي يا موضوع يسعبي موضوع مال طي ما طي يسعبي. شباب طلعوا مظاهره يا امام مالت بغداد قابلوا عمار الاسد الوكيل بزمن على معن. قابلوا عمار الاسد الوكيل. عليكم السلام استاذ شلونك؟ شلون صحتك؟ اتصل بمدير البلديه استاذ عمار وفتح الطي وجعل حاضر استاذ حسن النائب سياده النائب اللي عنده قاع ماخذ استثمار. قال انا فتحت المنطقه انا جبت موافقه رئيس وزراء هو استاذ عمار الاسد. احنا قابلناه مظاهره الشباب من الطي طلعنا ظهرنا امانه بغداد وقابلنا استاذ عمار وعلى معنى انهزم وفتح المنطقه. يا منطقه يسعى بيها لازم يسعون بيها بالنهايه لازم يقول يعني بعد منطقه سكنيه ما حد يقدر يوقف بوجهها. هي بعد صار بيها اكثر من 1000 بيت. مدير بلديه شلونك استاذ؟ شلون صحتك؟ 100,000 الله يسلمك. عرفني عن نفسك. مهندس ريزان معان مدير عام بيت الكاظميه. شلون صحتك؟ ان شاء الله بخير الله يحفظكم الله يخليك. استاذ ريزان
منطقة الطي بعد إلى حد هذه اللحظة ممنوع البناء بها، بما أنه هي صارت بعد يعني نقدر نقول عليها شبه واقع حال. القوانين هي قوانين، هي الأرض زراعية صارت واقع حال في فترة بالفترات اللي تعرف بها غياب النظام، غياب القانون، غياب الكذا، فهي منطقة زراعية وعلى القانون هو ممنوع البناء. زين، هاي المنطقة راح تخدم وفق القانون؟ لا طبعا، ما هي زراعي ما منك ما راح تخدم، يعني هاي لازم يصير بيها لازم لجنة عليا طبعا ويتحول جنسها طبعا. يلا من بعدها تتوفر بيها الخدمات اللي هي المي والمجاري والبناء. من تتحول كل الخدمات يعني تكون تنشب الحالة حال المناطق الاعتيادية. نعم، يعني هسه هي ممنوع البناء بيها طبعا. زين، هاي الاكثر من 1000 بيت اللي بيها 7000 بيت. اي قلت لك، يعني هاي اذا بنت مو يعني مو اليوم والباحة ولا بيوم وليلة، هاي صارت من بعد السقوط يعني النظام الغياب القانون، صار لها 7 سنوات 8 سنوات أكثر 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 أكثر, 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 أكثر من وراء 2003 تقريبا. زين، هاي حلها شنو يعني؟ ممكن مجلس نواب يتدخل بموضوعها حتى الناشد نشوف لمن نوصل، لو منو اللي يقدر يتدخل يبت بأمرها؟ طبعا الحل مالته مو يعني مو بيم أمانة بغداد. يرادلها قانون رئيس الوزراء حيدر العبادي قرار صدر وقف بناء المناطق الزراعية شان رئيس وزراء حيدر العبادي. انت ليش تقولوا لي صار لها اكثر من سنه؟ بس اسمح لي، صار لها اكثر من 12 سنه يعني قابل يعني اكثر حتى من استاذ ياسر من وقت حيدر العبادي. اسمح لي عون، بس اسمح لي، الوقت ضيق وعندي عالم هواية. اسمح لي، انت اخذت فرصتك بعد، خلي انطي فرصه للعالم. استاذ تحدثوا لي عن الخدمات، هسه هنا الخدمات بالكاظميه اكو تغير بيها؟ اكو انجاز؟ اكو شيء داعم للمواطن اللي ساكن بالكاظميه اكثر؟ سويتوا شيء؟ غيرتوا شيء؟ احنا بالعفو بيت الكاظميه امانه بلد بصوره عامه، يعني الخدمه بالدوائر البلديه الكاظميه لها خصوصيتها، تعرف الكاظميه هي مدينه مقدسه يعني سياحيه دينيه تجاريه سكنيه، مستوى الخدمه مقدم على مدى 24 ساعه، يعني جزء احنا تفعل باقي البلديات الخدمة متواصلة بأربع شفتات، صباحي مسائي ليلي أول فجري، يعني مدى الخدمة تنقسم على مدى 24 ساعة ويتوقف أعمال النظافة المجاري الزراعة. نعم نعم، النظافة اللي هو ال 24 ساعة لو شلون النظافة اللي هو ال 24 ساعة بالضبط. نعم، احنا إذا أكو شكاوي أو أكو مناشدات بعد نتواصل وياكم ويا السيد مدير عام وندزها لكم. احنا حاضرين ونشكر جهودكم. لا نشكر جهودكم، هذا واجبنا، هذا واجبنا. الله شاهد جهودهم مبذول و... يعني كل شروطه والله شاهد على الله يسلمك. انا ممتن. تفضل عمي، اشكرك استاذ ياسر. حياك الله استاذ ياسر، انا اكثر من مره مطالبك على هاي التعيين ماكو اللي بوزاره الاتصالات من 2007، انا تسلسل 363 وبقيت اردنا نقابل نعيم الرباعي. شلون عينك انا؟ ما تقول لي شلون عينك انا؟ اطالب دوله رئيس الوزراء شافوه بالحلف وبالعقل. شلون عينك انا؟ شلون عينك انا؟ اطالب انا اوقع لك وعينك؟ هسه هم لو عندي هيك صلاحيه والله كان سويته. دوله رئيس الوزراء اطالب مصطفى الكاظم لازم يوفر فرص عمل للخريجين. اقول احنا المن درسنا المن تعبنا، بالتالي هسه نقعد نبيع جقاير، ابيع جقاير وملاعب. هاي ثمره الشهاده هاي تاليه. اي والله، وكذلك هنا همين عماله. والله العظيم، عماله لا بشرف، والله العظيم عماله جاي تشتغل. هذا ولد جاي يشتغل عماله خريج. شوي شوي خلي ارجع. تعال علفي تعال. وين شلون انجليزي؟ هنا واحد ثاني يحكي انجليزي والله، هم طلع وين استاذ يعني هم خريج مطلع. هم خريج يحكي انجليزي مطلق، يشتغل عماله. مو وضعيه سخيفه بشكل، يعني هاي هسه الكاسب يطلع للشارع ما يلقى فرصه عمل، يعني هذا بعد وين يتوجه؟ ما نريد راتب من الدولة، نريد هنا نشتغل نعيش أحرار، ما نريد من الدولة عمي، نريد يفتحون الطي، يفتحون شغل واردات للناس حتى تصير حركة عمل. خلاص خلاص، بنغلاديش بنغلاديش هاي الأمراض منين جاي تجينا؟ كلها من دول البلغاريين، دول المصري. زين، المصري أفضل مني لو البنغلاديش أفضل مني؟ والله على العراق ما يشتغل. ليش العراق ما يشتغل؟ هذا منين واقف؟ المن واقف من الصبح للليل على شنو؟ غير يريد يعيش يريد يشتغل. فرصة العمل يعني الأهلية قضوا عليها، هسه تريد نشتغل وي المواطن عادي مثل حاله ما يخلونا. يعني واحد يطلع على باب الله ما يلقى شغل فرص عمل. هنا السيد حسين الخفاجي من النواة
الشباب اللي من الكاظمية مو صحيح؟ نعم. صباح الخير استاذ حسن، شلون صحتك؟ صباح الخير، شلون صحتك حسن؟ ان شاء الله بخير، الله يسلمك. الله يسلمك، هلا مرحبا. انا ياسر عامر، مقدم برنامج الرشيد والناس. اريد اسالك على موضوع منطقة الطي، لان هسه منطقة الطي صارت واقع حال، وقبل فترة يعني سمعت اخبار بانه انت سعيت بالموضوع بانه خلص يعني حتى العالم تقدر تبني بيها، لان بيها اكثر من 1000 بيت. لا، بيها اكثر من 7500 بيت. 7500 بيت، الله اكبر. اكثر من 7000 يعني صارت منطقة. زين، هاي شنو حلها؟ استاذ ياسر، اولا انا ارحب بكم واهلا وسهلا بكم وانتم فار اعزاء، بس احنا نخليكم بالجو على الحقيقه. نعم. احنا الموضوع كان شائك، في جهات متدخله، في عده اطراف اللي هم منتفعين من هذا الموضوع، ومن ضمنهم اكو قسم من الضباط متورطين بتهم الفساد، ضباط اللي يداومون بالشرطه الاتحاديه، والقسم الثاني من داره بلديه الكاظميه. نعم. متهمين بالفساد. نعم. احنا لما اجينا دخلنا، انا توجهت قبل نعم سياده النائب، من مكتب رئيس الوزراء فتح البناء سماح بدخول مواد البناء لمده 3 اشهر. نعم. مشينا على السير 25 يوم، ابو البلديه سوى تعارض. نعم. نعم. قال اخوان احنا سمحنا مو دخول المواد، احنا سمحنا باستخدام المواد اللي موجوده، مثلا اكو قبل بدخل مواد بس ما بنبيها. نعم. فاكو مشكله بتفسير القرار، الاخوان في الشرطه الاتحاديه ودارة بلديه الكاظميه هم خالين روحهم وعقلهم بهذا الموضوع. احنا اليوم انا طلعت لجنه قبل حوالي شهر ونص شهرين من مكتب رئيس الوزراء. نعم. اللجنة اجتني وجردت بالمنطقة، كانوا يتصورون انه واقع المنطقة زراعي. نعم، بس شافوها اتفاجأوا من شافوها. صارت سكني. شافوا حجم البناء، قدروا حجم البناء اكثر من 80%. نعم. فالمشكلة وين؟ قال المشكلة انه اكو قرار دا يتعارض، اكو قرار من دولة الرئيس يقول انه يمنع منعا باتا البناء والتجريف في الاراضي الزراعية. نعم نعم. هنا ايش يحتاج؟ انه يحتاج مرتي ثانية، انا رحت سويت كتاب قلت لهم اخوان هذه المنطقة اصبحت سكنية. يعني هاي قابل يفرشون 7500 بيت ويحطون يزرعون لهم بعد مترهم؟ ما ممكن. هذه المنطقة أصبحت سكنية وبيها أكثر من 15,000 عائلة ساكنة بيها، لأن تدري أنت البيت اليوم مو بس عائلة، أكو ناس زين عوائل قاعدين عاجب البيت. أستاذ حسن، أنا راح أتواصل ويا السيدة من بغداد الحالي أستاذ عمار موسى. نعم. يعني اللجنة العليا من الممكن بأنه تغير جنس الأرض، يعني ياما شفنا أجناس تغيرت. بارك الله بك. هذا الموضوع قدمت به طلب رسمي إلى رئيس الوزراء. زين. والآن منتظر إنه استحصال موافقة تحويل منطقة شاطئ التاجي اللي هي يسموها منطقة الطاعين من جنس الزراعي إلى جنس السكني. يعني أستاذ حسن، أنت سيد العارفين بهاي المواضيع، لأن كانت متابعاتك الخدمية وبالأخص يعني حتى الأمور اللي رفعتها على أمين بغداد وملفات فساد قمت بكشفها، يعني اكو متنزهات تحولت الى مولات ولا مجمعات سكنيه، فهاي اوجب هاي بيها 7500 بيت واكثر من 15,000 عائله، هاي يعني انا بصراحه اشد على ايدك واحنا نكون داعمين لك لهذا الموضوع حتى نقدم الخدمه للعالم. بارك الله بك. هذا الموضوع جدا مهم، هذول كلهم ناسنا وعوائل ناس وبسطاء وفقراء، فالمشكلة أنت همك مشكلة بالحكومة ما تأخذهم نظر الاعتبار. يعني أنا من أقول له هنا تصير مشكلة، أحد المعنيين المسؤولين الكبار يقول هو وينكم مكان بالعراق ماكو مشكلة؟ قلت له أخي هذه مشكلة العالم، يعني أنت تدري إحنا مشكلة عندنا مي، استحصلنا موافقة من العام اللي خلونا ننفذ مي تساعد نسحب لهم مي من الشارع المحيط ندخلها لهم. أستاذ حسن، إحنا أمننا بيكم، أنتم النواب مستقلين، احنا امننا بيكم. انا للامانه ما اتواصل ويا نائب، حتى النائب اللي يتواصل ويانا تابعين لاحزاب يكون تواصلنا بسيط ويانا، بس انتم نواب مستقلين، احنا نكون داعمين لكم صوتكم، وبنفس الوقت عملنا برامجنا لخدمه المواطن،
فاحنا نشد على ايدك ونتمنى بالايام القادمه بانه نشوف حل ان شاء الله. وانا راح اكون وياك على تواصل اول باول حتى نزف البشرة السارة لكل اهالي الطي ان شاء الله. قريبا انا راح اتواصل وياك وازودك بالكتب والموافقات اللي استحصلناها من دولة الرئيس الوزراء، وراح نتابع انا وياك سوية ملف امانة بغداد، وخلصنا الحمد لله اليوم الله فرحنا وخلصنا من الامين السابق. نعم. هذا الرجل جيد وابن نعم. المدينة وابن المهنة. نعم. فان شاء الله نتعاون، احنا نريد نحل مشكلة أساسية، مشكلة جذرية، ما نريد نسوي لهم حلول ترقيعية. يعني أنا هدفي إنه أصلا نحول المنطقة من جنس الزراعة إلى جنس السكني حتى يخلصون يرتاحون عليه، مو سهل علي الناس اللي تتعذب واللي يطبب لك كاشية وكأنهم يطبب لك عبوة، شنو المشكلة هاي وليش؟ أي بالله، أي بالله. أنت أكد على موضوع شوف. نعم. أنا قبل حوالي 2016 عندي مشروع سكني. بدأنا بالموافقات مالته، كملناه العام أول العام، كملنا الموافقات الإجازة الاستثمارية. نعم. حولته من مالتي، هذا مالتي يعني المشروع استثماري سكني مالتي، مالتي بشتري بفلوسي. نعم. مو مشروع مال الدولة. نعم. حولنا الجنس الزراعي إلى جنس سكني. نعم. يشهد الله خلي يكون عندهم علم أهل منطقة شاطئ التاجي، خسران لي هسه بالمشروع 15 مليون دولار وما نفذتنيش. نعم. كل المواد صعدت، تعرف الأزمة مال أوكرانيا وروسيا. صح. الشيش صار في اثنين، المواد في اثنين. أنا بدأ أنفذ المشروع والله أقول كرامة لهم حتى لي يقولون راح كمل شغل دوام. والله إذا موجودين يبقى خلي يسمعوني. هم دا يسمعوني والله، دا يسمعوني العالم، دا يسمعوني العالم. وإن شاء الله الأيام القادمة أنفذ المشروع يمك بشاطئ التاجي، خليته والله خسرت أكثر من 15 مليون دولار والمواد صارت في اثنين. أقول كرامة لهم هم دول أهل مدينتي. أستاذ حسن إن شاء الله الأيام القادمة نتواصل وهاي كلها نوضحها أكثر. أنا الممنون إليك، أشكرك. شكرا شكرا, شكرا, شكرا السيد النائب حسن الخفاجي، ممتن إليك. شكرا شكرا إليك. شونك؟ شلون صحتك؟ شلونك استاذ ياسر؟ شنو اخبارك؟ رحب بكم قناة رشيد والناس في مدينة الكاظمية. الكاظمية الكاظمية هي هي، المشاريع اللي بيها جدا بطيئة مثل السلحفات. بما انه عرجت استاذ ياسر على منطقه الطي فسؤالي هنا، احنا طبعا اليوم مبارك للاخ عمار موسى امين بغداد جديد، ونشد على عضه ونطلب من عنده انه يكون هنالك خطه واضحه المعالم. يعني من يريد يبلش مشاريع يبدي من المهم والتنازل الاهم. العفو ونازل خلي نحكيها بالعاميه، العالم شتري خويه. الله بالخير عليك، تريد العالم البغداديين يردون امين يطلع يقول راح اسوي شارع، صدق يسوي الشارع. راح اسوي جسر، صدق اسوي الجسر. راح ابلط، صدق ابلط. راح المي يتوفر، ما ادري شنو الامور كلها، المجاري، البنى التحتيه اللي تابعه لامانه بغداد، يكون قد كلمته. ما الف رحمه على والديك، ما اريد سوالف. يجي يحفر يحفر الشارع ويعوفه ورا 6 اشهر 7 اشهر، جاء مقاول غيره واستلم وحفر وعلى هالديد. انا اليوم صار لنا 18 سنه نعاني من هاي المشكله. نعم. لا العامل نعم. مستفاد. انا طبعا اسف انت استمر، انا بدي اكتب للتقاعد ارد اشوف. اكتب العامل، العامل محاربينه. نعم. ابو التاكسي محاربينه. نعم. محاربين كل العالم. يوم 18 سنه اسوي واسوي واسوي مشاريع ومشاريع، وين هالمشاريع؟ بس اسالك بالله، انت قناه الرشيد قناه محترمه وقناه تنقل صوت الشعب، كل القنوات بصوره عامه تجي تلتقي بالمواطن واسوي هيك واسوي هيك. القناه تلتقي العفو بالمسؤول، المسؤول اسوي هيك وابنه واعمر وكل قبض ماكو. وهاي مشكله الطي، مو بس الطي تعاني منها، ترى كل مشاكل بغداد من وراء عمليات بغداد ترى هي. نعم. مو يم الله. نعم. من وراء عمليات بغداد. نعم. ابو اللوري ما يخلونه يطب. نعم. لا على التاجيات ولا على الطي ولا على الصابيات، على الكل. زين هذول شنو ذنبهم؟ هذول شنو ذنبهم اذا يمنعون ابو اللوري يطبب الرمل والحصو والمواد البناء؟ شنو ذنبه ما يطلع؟ تعال يمي عمي تعال. اي ما ابوي بالنسبه لمنطقه الطي عرجتوا عليها، منطقه الطي اذا تقولون هي مخالفه، لماذا سمحتم ببنائها من البدايه؟ اترجاك اترجاك هل حتى نقل لكل المسؤولين.
خدمتك مو تقطعونه خدمتك هاي مباشر الزم انا ما اقطع ثق بالله ما اقطع والله ما تعرف وين الكاميرا محمد لك صور كاميرا الزم الزم هاك احكي يا الكاميرا كل شيء لا 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 هذا مباشر مو تقول تقطع هذا مباشر لا الزم لا تحكي حكايه وبعدين لا يقطع هذا مباشر اترجاك اترجاكم اترجاكم من تجي وتلتقي بمواطن كل القنوات الشرقيه وغير الشرقيه كل المواطنين تعال هنا عمدي تعال كل نتيجه ما كل نتيجه ما هسه انا وياك هسه احكي بهاي هسه احكي بهاي هسه احكي تعال الله يساعد اخوي عين ابو علي رحمه على والدك الكاظم خلي يسمعني ويسمعون الاحزاب العالم ديحوها الناس قاموا جدي ابو اسمع باوع ابو التكتيك ماخذيني هسه تعينه يعني سوي له شغل وخذ التكتيك مالتي اسمع خالص صور يا ياسر ابو التكتك تم تاخذ التكتك مالتي غير ما عنده وتعين ما عنده شغل مجبور هذا هذا مو ظلمه لو مو كاتل الجوع ما يطلع يشرب التكتك خلي يسمع الكاظم ورحمه على هذا الكاظمي عم الناس دم وراه العالم خطيه اسوار الجدي جهاد الجدي ابو الدراجه ماخذيني ابو التكتك ماخذيني ابو العماله ما عليه شغل عليه ترى ما يصير هيك عم رحمه على والدك الناس دقت الواحد هي أيوة والله العظيم أيوة ياسر رحمه على والدك قال له نحكي برصه المجال شويه يعني والله عم يحكي صحيح والله العظيم يعني لا تحكي مو حكينا بس لا تترحمون أيوة ولا انتوا مخلين أيوة رحمه الله يعني ياسر بس خلينا ناخذ بس اشوف حصه ماكو شغل ماكو تكاتيك الساعه لازم العالم ابو العماله ماكو شغل يجيب لك قال ابو علي جايب المصري بشغله هنا الملقلاديش عم عيب كافي دم والله خزيتوني والله العظيم فضحتنا قدام العالم دمرتونا دمار وعلى ابو الحسن اسمعوني والله العظيم دمرتونا موت العالم عوفه راح مع والدك ياسر امر وصي الكاظمي والكاظم خلي يسمعني دمروا العالم دمروا الناس ناس قاموا جد العالم الناس هاي ناس اعطوا محافظات ها صار هذا صار حد صار له اسبوع ما بيشتغل متى ما يصير راح مع والدك خلي عوف العالم عوفوها الشغل خاص بس الاحزاب يا اخوان احنا حج عوف الاحزاب رحمه على والديك هم زين ماكو شغل بس لهم ليش واحد يكون قال برهسه المجال شوي خلينا نحكي هم اللي يموتون الشعب جوع افتهمت ولا مو سياده العميد صباح الخير شلون صحتك سياده العميد لا العفو غلطان بالرقم العفو مو رقم شؤون المحاربين لو انا غلطان لا اسمعني اي نعم نعم رقم شؤون المحاربين او التقاعد العسكري الو ممنون شكرا شكرا ممنون شكرا 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 هذا الرقم غلط موتوا العالم عم الناس موتوا العالم الناس عندها عمال الناس عندها عوائل فطيه لا حصاكوا لا شغلكوا ابو 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 التكتك ابو الدراجه يعني قول لهم خلي يدزون رقم صحيح مازن خلي يدزون رقم صحيح تواصل ويا العلاقات لا تفتهمني مازن عصابات الحدود يدخل المصريين ومرقلادي والعالم قاعد ياسر شلونك ورده هسه خلص استمع لك هاي مشاكل الناس طبعا مو مشاكل هاي الكاظميه هاي كلها على الكاظميه خارج كاظميه بالنسبه شؤون المحاربين انا كلش اسف اعتذرني دكتور حيدر السلام عليكم يلا فوتك انا ياسر عامر مقدم برامج قناه الرشيد انا حاليا على الهواء مباشر اكو عالم تتناشد على شؤون المحاربين شلون تقدر تقدم لهم خدمه لا اني حلقت اليوم بمدينه الكاظميه ويمي هسه انا بالتحديد من ساحه العروبه جوني عالم ديناشدون يعني هسه اذا الديره على الرشيد اكو يمي مواطن واقف ديناشد شؤون المحاربين مستمسكاته ضايعه كلها وهو عنده دفتر 22 سنه وعنده خدمه 22 سنه وكل المستمسكات ضايعه كل ما يراجع يطلبون من عنده مبلغ مالي عندي كتاب استشهاد مال طابو ويقول ما عندي انا ما عندي فلوس ادفع طلبوا منا اخر شيء 5 ملايين شلون نقدر نساعده حتى نتخلص من دول الفاسدين نعم يعني يكون الدرجه يحدد لنا انت وين هسه بالضبط زين اقدر ادز لك اياه واذا تقدر ايضا تدز رقم فريق ابراهيم حتى نتواصل وياه حتى نحل هاي المشكله انا ممتن دكتور جدا ممتن لك اشكرك ياسر عامر مقدم برنامج الرشيد والناس على شاشه الرشيد
أنا ممنون دكتور، أشكرك، أنتظر منك الرقم. أهلا دكتور، هلا بك. راح يدز لك رقم تواصل ويا المسؤول مال شؤون المحاربين. عم وابقى يمي أهم بشؤون المحاربين مال ناصر لحد الآن اسمه مال المطوعين مال يا مطوعين مطوع بزمه هم نائب ضابط يعني بس خلي افتهمها. اي تفضل المره بعد ما جاوب ما اقدر اجاوب. يلا تفضل. بالنسبه لمنطقه طي حجينا بس رحم الله، بالنسبه لمنطقه طي عم نختمها، اذا هي ممنوعه ليش سمحوا بيها من البدايه؟ هذا سؤال راس سطر. بالنسبه للكهرباء، ملف الكهرباء كل ما يتقرب نهايه الشهر يبدا الاطفاء بالزايد، شنو السبب؟ هذا سؤال الى دائره الكهرباء. بالنسبه للمشاريع قلت لك مثل البدايه، مشاريع لازم أن تكون هنالك خطه مدروسه واضحه المعالم مو مجهوله، ولازم يكون ملزم بتنفيذها الامين. بالنسبه الى اكو موضوع جدا مهم، ملعب اكون انا بالعطيفيه تابع لوزاره الماليه، سعينا به انه تنبني به ضريبه الكاظميه. ضريبه الكاظميه اللي ما تعرفها يا استاذ ياسر موجوده بمدينه الكاظميه، صار لها اكثر من 30 سنه كلها قاعدين ايجار، والايجار طبعا بالمليارات. حصلنا وطلعنا لجنه عليه كشف، من رحنا هسه العقارات بوزاره الماليه شو يقولون؟ يقول والله هاي القاع مو راضيها للاستثمار. شو راضي استثمار؟ ضريبه تدفع مليارات بالسنه، شنو هذا الاستثمار؟ هاي وصلت، هاي الموضوع يمس ترند مسؤوله العقارات، نريد نعرف ليش. استاذ رند زين، هذا الملف ضروري، ليش هسه من ردنا يصير ضريبه للكاظميه قالوا بنعطيه استثمار؟ وإلما نعطيه استثمار افضل من الضريبه بالكاظميه تطوه. بالنسبه الى منطقه التاجيات الناشد امين بغداد، منطقه بيها البناء ها اصوليه توزعت بذاك النظام السابق، اصوليه بالكلها نسبه البناء بها تجاوزت 80%، محتاجه الى اكمال المجاري والماء والكهرباء. وانا دا اسعى طبعا بالتزامن مع الاستاذ حسن خفاجي، اتصلت به وده يدعمني بالتواصل مع باقي الدوائر الخدميه والكهرباء من اجل انه نمد لهم كهرباء كامل تبقى. نعم بس مجاري الاتصال قبل على شويه. نعم مشكورا. نعم زين، اكو ملف ثاني، ملف المدارس. وهذا المهم، انت استاذ ياسر الجيل الواعي شلون يطلع غير عن طريق المدارس؟ مدير عام، الوزير، رئيس الوزراء، النواب، المهندس، الطيار، غير عن طريق المدارس. زين انت اليوم ما وفرت مدارس، انقرضت المدارس الحكوميه، صار امامك فقط مدارس اهليه، شلون تقدر تعطيني الجيل اللي حيطلع شنو جيل؟ اكيد جاهل 100%. اللي نطلبه من محافظه بغداد وزاره التربيه انه يتعاونون من اجل غلق مساله المدارس الطينيه، بناء مدارس. هسه احنا اليوم مفروض تربيه الكرخه الثالثه اليوم مستغله 7 مدارس مسويتها اقسام الها، اكو قطعه ارض الها تابعناها منطقه الضباط. هاي امور ضروريه اساسيه بالمناطق. اذا انبنت هذه المنطقه تربيه كرخ الثالث راح نفرغ 7 مدارس ونرجعها الى مدينه الكاظميه. كذلك مدارس تاجيات، تدري التاجيات توزع قلت لك بالنظام السابق وانبنت، تدري لحد الان ما بيها مستوصف، ما بيها مدرسه واحده، وركضنا بيها صار تقييم 3 اشهر وحصلنا موافقات، وكتابنا وكتابكم للمحافظه على مود يباشرون بالبناء بيها. ما معقوله مدارس استاذ ياسر، المدرسه اساس، الاساس طبعا. اساس يعني اغلق المدارس طبعا. دكاتره ما عندك، محامين ما عندك، كل شيء ما عندك. شو راح اسوي ذاك الوقت؟ شلون نضل على المدارس الطينيه؟ هلا يا اخوانك. هلا عمي، سلامي، اشكرك، الله يسلمك، يعطيك العافيه، الله يحفظك، والله بخير، الله يسلمك. اشتري لي دواء وما عندي، جيت عليكم قد دواك بيش؟ والله ما اتصور اللي يطلع، وين وصفتك؟ يطلع من ايده ما شايل. شلون اساعدك؟ انا ساعدك بس بروح ابوك، لا تكذب علي. طيب وعلي وين وصفتك؟ ماكو، ما اعطاني اياه الدكتور. شلون الدكتور يروح من؟ اي ما يعطيني والله. انا ساعدك. عارف اني جاتك ولا علي مو تطلع كلمه. خلاص يقول لي، يقول لي محتاج مساعده ساعدك. لا تقول لي دواء. اذا اشتريني بنك صحيح. اي بقول لي هيك. قلت تبكى؟ يعني مو دواء. والله والديك الله يرحمه. يعني مو دواء. اي منيك يا استاذ؟ قول لي. والله والديك. اللي تريدني اساعدك به والله شل عيني. لا بنك قريت لي. بنك بيش؟ والله ما قريت لي بيش. عندك تليفون انت؟ اي عندي. وين بيتك؟ ها بالعاصمه مال بغريب. تعال مازن، تعال اخوي تعال. ما شلون؟ خذ رقمك. يلا مو بس بنك، مبرده اهم شيء. لا اريد بس بنك. مبرده يلا. مبرده. اي عمي. السلام عليكم. خالي. خالي ما رخصتك. لا تعال. خالي. ايش بي؟ اريد اعطي 10. انت ايش تشتغل؟ اني؟ انا اشتغل حمال.
تعال الله. انا 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 انطي عنك. لا والله انا انطي عنك. والله انا انطي عنك. بالعباس بالعباس تاهنا فقره يعني بس قلب على قلب ولقمتنا حلال اسمعني احسن من عندهم لقمتهم حرام بس وما دارين بال للعالم. اسمعني اللي يساعد فقير الله يبوع له. اي أيوة والله الله يبوع له اللي يساعد فقير. هاي تسوى الدنيا. هذا درس. هذا درس. ما عنده سياسي. والله الكرسي سياسي فاسد. درس. هذا يدرس. شوف اذن الجبنه عمال اجيب لك البنكه واجيب لك المبرده. والله بارك الله فيك. اذن الجبنه حلال حلال. توصل لك للبيت ابو شنو واحطن على راسي بس اللي ما تعبك. بس اعاتب الحكومه. اعاتب الحكومه اللي ما ساعد الفقيه. اللي ما ساعد الفقيه. اتصل هذا دز رقمه. هو دز رقمه. هو اتصل اتصل اعطيني اعطيني رقمه دحت شويه واتساب. شوف تعرف من والديك سوي هريه رح من والديك. افتح سبيكر. افتح السبيكر. سياده الفريق السلام عليكم. عليكم السلام. شلون صحتك؟ ان شاء الله بخير. يبارك فيك ويطول عمرك. السيد فريق ابراهيم مو صحيح لوني غلطان؟ نعم نعم. مدير شؤون المحاربين. صحيح. يمي مواطن دي يشتكي. شو جابك يا عبو؟ أنا ياسر عامر مقدم برنامج الرشيد والناس وأنت الآن حالياً وياي على الهواء مباشر وراح أتواصل وياك وراح أتواصل وياك أيضاً من بعد البرنامج. هسه أنا بنهايته يمي رجال كبير بالعمر خدمته 22 سنة دي يشتكي دي يساوموه يردون من عنده رشوة يا الله يمشوا له موضوعه وأنتم ما تقبلون بهذا الشيء وأنا أريد أدز لك يا حتى تحل مشكلته. نعم خلي يسمعون كل الاخوه المواطنين اللي واقفين يمك او اللي يسمعون البرنامج. نعم البرنامج. نعم نعم. مديريه العامه لشؤون المحاربين مديريه خدميه لكل اخواننا منتسبين جيش العراق السابق. نعم. اضافه الى منتسبي الكيانات المنحله. نعم. انا على الهواء اقول لك فريق ابن ابراهيم الساعدي مدير عام المحاربين بابي مفتوح ودارسي مفتوحه. والنعم اي واحد يجي اي شخص يجي من الجيش السابق من الكيانات المحلة من اي واحد عنده معامله انا استقبله في مكتبي. والنعم منك من السيد الوزير وزير الدفاع المحترم والمتابع شخصيا من قبله وبتوجيه من السيد الامين عام. والنعم منك سياده الفريق. انا يوميا الله يبارك فيك انا يوميا وعلى شهود الملا يوميا استقبل من 50 الى 60 شخص في مكتبي من عدم ما استقبلوه في مكاتب المحافظات الاخرى. احنا عندنا 18 مكتب. نعم. في بغداد 17 مكتب بالمحافظات. بارك الله فيك. الشخص اللي الله يبارك فيك الشخص اللي قال لك هسه يجيني. نعم. تليفوني. نعم. يجي علي مباشره يدخل الى مكتبي. نعم. اخذ بيدي وين معاملته متوقفه هذا واحد. اكو نقطه كلش مهمه. نعم. احنا تدري جنابك الجيش السابق في معاضل كبيره. صحيح. المعضله الاولى هي انه كثير من عندهم ما عنده قاعده بيانات. نعم. مثل ما تعرف حضرتك قاعده البيانات او حاسبه وزاره الدفاع بدات بالعمل في عام 94 95 96 فكثير من المنتسبين ما عندهم قاعده بيانات. صح. احنا حصلنا موقف سيد وزير الدفاع المحترم والسيد الامين العام على ان نسوي لهم قاعده بيانات. نعم نعم. يعني انا احكي لك اسباب توقف عدد من شؤون المحاربين ما له علاقه هذا هذا خدمته 22 الله يخليك. 14 سنه صحيح. نعم. الاسباب التاليه النقطة الأخرى هو قسم كبير من عندهم ما عنده قرار 117. زين عندك قرار 117؟ عندك قرار 117؟ محمد أسئلة. لا قرار 117 ما عندي بس أنا طالع وعندي سيد سيد العزيز أنا بالنسبة لي سيادة الفريق. سيادة الفريق نعم تفضل. إي نعم اسمح لي عم. احنا عندنا روابط معمول بها بين مديرية شؤون المحاربين. نعم. نعم اسمعك. نعم. عندنا ضوابط لا يمكن تجاوزها بين المديرية العامة لشؤون المحاربين ودائرة التقاعد العسكري وهيئة التقاعد الوطنية. هذه الضوابط عبارة أشبه بقانون لا يمكن تجاوزها وأشبه بتعليمات لا يمكن تجاوزها. تتمثل بوجود قاعدة بيانات أولا قرار 117 ثانيا اللي هو 2001 فيما يخص توزيع الأراضي العسكرية المتطوعين. ثلاثة هوية الأصدقاء. هاي النقطتين الأخيرة قرار 117 وهوية الأصدقاء تمثل استمرارية المنتسب في الخدمة لغاية عام 2003. ليش؟
لانه اللي ما مستمر هيئه التقاعد الوطني ما تقبل معاملته. تمام. الان احنا من خلال هيئه التقاعد الوطني وبالتحديد من خلال فريق عمل هيئه التقاعد الوطني برئاسه الاخ استاذ فؤاد جاسم. نعم. لنا كثير من الامور. نعم. طلبنا ان تكون بدايه خدمه اللي ما عنده قاعده بيانات حتى هذا اعلان وسبق صحفي لجنابك. نعم. حتى تعلن على الملا. تكون انت اول من يعلم بي. نعم اشكرك. نعم. هذا الحديث لحد البارحه استاذ ياسر، انت انسان محترم واخ ودائما وتعاون مع المواطنين. اشكرك. اتابع برنامجك دائما. اشكرك سياده الفريق. يتمثل بما يلي. نعم. الاخوه اللي ما عندهم قاعده بيانات. نعم. يراجعونه الى مديريه عام الشؤون المخالفين مقرها في زيونه. جايبين وياهم. بداية الخدمة اللي هو قرار 120. نعم. الأرض اللي استلمها أول ما اتطوع. زين. اثنين هوية عسكرية أصلية. تمام. فيما يخص نهاية الخدمة حتى احنا نعتبر هذا مستمر. قرار 117. طيب أو طيب. أو هوية الأصدقاء أو كشف حساب من المفرط أو هوية عسكرية رصينة. نعم. أو مستمسك عسكري رصينة. صارت واضحة الصورة. صارت واضحة. هذا المقطع راح ينتشر وراح يوصل إلى الكل وإن شاء الله يعني توصل البشرة لهم، بس اللي أريده منك راح أعز لك هذا المواطن يمي واقف. هسه راح أعز لك يا اسمع حسين عباس هسه راح أعز لك يا راح يجيك غرفتك. أنا ممتن. أنا أشكرك سيادة الفريق. أشكرك السيد فريق إبراهيم مدير شؤون المحاربين. مشاهدينا وصلنا الى نهايه حلقتنا، لازم اختم بعد وقت ما عندي. احكي لك كلمه. يلا احكي لك. احكي عمي. احنا عاطلين وما عندنا يعني ها صار كم سنه واعدون بينا وكل مواعيد كذبه، فارجو منك سجل الرقميه بحق الحسين شيء. عمو انا ما اكذب بس اسمعني انا ما اكذب، الله فوق هاي من اقدر اسوي لك شغله اسويها، ما الرعايه هسه ما اقدر اسوي لك اياها. اخذ رقمك شو اسوي بيه؟ احطه هيك يمي؟ ما اقدر اسوي لك شيء هسه بما الرعايه. من اقدر اسوي شيء اقول لك اقدر. هسه الحجي قال لي تقدر تسوي لي ماشي والمحاربين؟ قلت له اقدر. حصلنا الرقم وتواصلنا. بعد هاي موازنه. قرارات الدوله ومجلس النواب ورئيس وزراء وود وجيب و هاي. اسمح لي ممكن انا عندي موضوع. ارد اختم عمو باختصار الله يخليك. مؤسسه السجناء عندي موضوعي انا خاص. شنو مؤسسه السجناء؟ ايش عندك سجناء؟ انا معتقل سياسي سنه 80 قدمت اوراقي ورسميه. اي تعال فهم تليفوني. اي ثبوتيه كامله. اي وانا اللجنه الخاصه ردت الطلب والمؤسسه ردوا طلب والمحكمه الاتحاديه ردوا طلب والتمييز العام ردوا طلب. هسه شنو اللي تريده؟ عادوني المؤسسه عادت النظر بقضايا اللي تريده بالضبط شنو عمو؟ لجنه اللي عادت النظر بالمؤسسه لحد الان ما فتحت موضوعها ما اعرف شنو موضوعها. انطوني وقت اعطيني وقت بعد احكي ما اعرف شنو موضوعها يعني احنا مؤجلين هواي بكثره وانا اصولي اقول لك اعطوني وقت انا اقول لك اعطيني وقت بعد شوي اعطيني وقت. نعم نعم فانا هسه فوق الثمان اشهر انتظر اعاده النظر وماكو اعاده النظر لحد الان ما بدوا باعاده نظر بالقضايا المهمه زين. مثل قضيتي انا وغيرها زين. خلي اشوف شنو هذا الموضوع مازن. شوف الحجي خل نشوف اخذ رقمه خل اشوف لك انا راجع لك اذا اقدر اساعدك اساعدك بس ما اعطيك كلمه بالموضوع. انت عمي مو على شؤون المحاربين والله بالعباس بالحسين بالقران بالفرقان بالكاظم بالله العظيم انت مو على شؤون المحاربين. ايش قد خدمتك انت؟ انا خدمت سنه خدمت والله مو على شؤون المحاربين عمي. اذا على شؤون المحاربين روح هسه ويا الحجي هسه حدز رقمك وياه. مشاهدينا وصلنا الى نهايه حلقتنا اليوم من برنامج الرشيد والناس وإن شاء الله قدرنا نحل ولو جزء بسيط من مشاكل ناسنا وأهلنا. انتظرونا باكر بحلقة جديدة من وسط مدينة الكاظمية من ساحة العروبة. كنا معكم في أمان الله.